مرة أخرى يبدو الوضع في المحافظة الجنوبية مرشحاً للتصعيد والدخول في جولة جديدة من الصراع بين السلطة الشرعية والمجموعات المدعومة من أبوظبي التي يتزعمها المجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بكم. أعلن المجلس الانتقالي تجميد عمل ممثليه في لجان تنفيذ اتفاق الرياض، وتصاعدت تصريحات أعضائه المهددة بالمواجهة مع القوات الحكومية في شبوة وطرد رئيس الوزراء من عدن. هذه التصريحات تأتي على خلفية حملة عسكرية نفذتها القوات الأمنية في شبوة ضد مجموعات مسلحة تابعة للانتقالي في المحافظة، اختطفت أحد المواطنين ونفذت عددا من الهجمات على النقاط العسكرية. بالتزامن مع هذه التهديدات، قامت القوات الإماراتية بتسليم أحد معسكراتها لقوات موالية لها بعد انسحاب القوات السودانية منه، وهو ما عده مراقبون إشارة جلية إلى نية مبيتة لتفجير الوضع الهش أصلا في المحافظة. وسط هذه التطورات، يتساءل البعض عن مصير اتفاق الرياض الذي مضى عليه قرابة شهرين دون أي مؤشرات لتنفيذه، فيما يبدو أن وجهته الحقيقية تمضي باتجاه فشل ذريع. للنقاش سيكون معنا من عدن الصحفي صلاح السقلدي والناشط والمحلل السياسي أحمد الصبيحي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد السقلدي. تهديدات وتصريحات قوية من قبل عدد من أعضاء المجلس الانتقالي ضد الحكومة، هل نحن بصدد موجة جديدة من الصراع بين الجانبين؟ يبدو لي الامور بهذا الشكل تتجه يعني للاسف الشديد، وهذا ياتي بعد ان تثاقلت هذه الحكومه وتحاول ان تتملص من تنفيذ بنود الاتفاق، وهذا بشكل واضح لان البنود واضحه والترتيبات والتراتيبيه موجوده واضحه على جميع الاطراف ان تقوم بها. اهم هذه البنود هي تسليم الناس مرتباتهم، هذا ما لم يحصل حتى الان. هناك شهور للمرتبات متاخره، فيما المليارات موجوده على مسافه امتار من مقر الحكومه، وبالتالي كانت هناك مثل هذا الامر، هذا كان كافيا بان توصل الامور الى هذا الوضع السيء والخطير. هذا فضلا عن ان هناك اوضاع كثيره تمت بالتوازي مع ما ذكرناه في محافظه شبوه، يتم قمع المواطنين، يتم قمع القبائل، يتم استبداد الناس وسطوه كبيره بقوه السلاح لغرض الهيمنه ولغرض السيطره على كل رقعه في محافظه شبوه، في نفس الوقت الذي تحدث فيه هذه الحكومه بان لديها النيه والرغبه لتنفيذ هذا الاتفاق، وكاننا امام صوره مكرره من الوضع في عام 94 حين عمد الطرف الآخر على الموافقة شكلا بوثيقة عدم الاتفاق، ولكن ما حصل هو احتيال عليها على الأرض، وهذا ما يتم اليوم باتفاق الرياض للأسف الشديد. ويبدو لي هكذا بأن الأمور تتجه إلى الأسوأ إن لم يكن هناك تدخل سعودي واضح للضغط على الأطراف التي تتملص من تنفيذ هذا الاتفاق وتحاول أن تفشله في المهد. والخاسر الوحيد هو الجميع بدون أدنى شك، فالذي يعتقد بأنه سيتخلى عن هذا الاتفاق وأنه سيكون هناك مشاريع واتفاقات أخرى فهو واهم، لأن البديل عن هذا هو الضياع وهو مزيد من الاعتراب والتشظي. فالحكومة هذه يبدو أنها تتجه هكذا، أو بالأحرى الصقور الموجودة في هذه الحكومة هي التي تنحو بالأمور إلى هو سحيقة للأسف الشديد، في ظل تراخي وتثاقل سعودي غير معروف ويعني عصي عن الفهم صراحة. طيب، دعني أنقل ذات السؤال المشترك إلى ضيفي الآخر سيد أحمد الصبيحي، ورحب بك من جديد سيد الصبيحي. تهديدات وتصريحات قوية من قبل عدد من أعضاء المجلس الانتقالي ضد الحكومة، هل نحن الآن بصدد موجة جديدة من الصراع بين الجانبين؟ نعم، نحن أمام مؤشرات قوية جدا بأن هناك يعني جولة صراع جديدة ربما
سنشهدها في القريب العاجل إذا لم تكون تم تدخل قوي أو مفاجآت من نوع ما أو أرضية مشتركة ربما تكون برعاية سعودية حتى يبدأ الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق. وهناك أيضا يعني بالتزامن أيضا مع هذه مع هذا التفاوض هناك أيضا مؤشرات لحلحلة قريبة يعني إنكال المهمة إلى بندغر من قبل الحكومة الشرعية حتى يعني يبدأ يعني بحسب ما هو معروف عن بندغر أنه لديه مرونة ولديه قدرة سياسية على التخاطب مع الفرقاء. ربما سنشهد يعني نوع من الترميم ونوع من يعني البناء على أسس مشتركة قد تفضي إلى تفعيل لبنود الرياض اولا باول. لكن يعني كما قال ضيفك يعني ربما المجلس الانتقالي يعني هو يختلق الكثير من الاعذار ويحاول ان يتنفل عن هذه الاتفاقات لا سيما في ظل يعني التصريحات التي يعني رايناها في اليومين الماضيين من قبل نائب رئيس الدائرة الإعلامية منصور أو غيره في أن يعني هم أرادوا أن يعني يوقعوا على اتفاق الرياض حتى يكتسبوا الشرعية، لكن في الوقت نفسه لا يريدون الإيفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم وكذلك استحقاقات اتفاق الرياض في مجمل الملفات سواء كان في الملف الأمني أو العسكري يعني بشكل رئيسي أو على مستوى يعني ترك المجال والفرصة أمام الحكومة الشرعية حتى تقوم بعملها والتزاماتها. ورأينا أيضا يعني هذا يعني هذه العرقلة وهذا التعمد في إعاقة يعني اتفاق بنود اتفاق الرياض من خلال أيضا كما أشرتم أنتم قبل قليل أنهم يعني عمدوا إلى تفجير الوضع في شبوة وحاولوا مرارا وتكرارا في أنهم يستعدوا الكثير من المكونات الشعبية داخل المكونات القبلية يعني داخل محافظة شبوة وإلى الآن هم يفشلون في هذه المسألة. ورأينا أيضا يعني مسألة الرواتب التي إشار إليها الزميل الآخر الضيف الآخر يعني في منطق غريب بصراحة يعني هم الأموال التي كانت في الميناء هي تحت حراستهم ويعني لكنهم اخذوا اربع حاويات فيها يعني قرابه 20 مليار دولار ولولا التدخل السعودي والضغط على يعني عليهم حينما اخذوا هذه الاموال وذهبوا بها الى المجلس الانتقالي اعادوها يعني ربما بالاكراه ولولا التدخل السعودي ربما لما كانت هذه الاموال ستعود يعني إلى الحكومة الشرعية حتى يتسلم الناس رواتبهم. ونحن نعرف أنه مسألة الرواتب مسألة حساسة جدا هنا في عدن وفي المحافظات المجاورة الناس بدون رواتب، هناك يعني غلاء معيشة، هناك أزمات كثيرة جدا أزمات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل الناس. في المحصلة يا أخي العزيز هناك يعني مؤشرات كثيرة تدل على أنه المجلس الانتقالي لا يريد الإيفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه بالرغم من أن اتفاق الرياض جاء فتح الأفق أمامه كبيرا للعب دور سياسي، لكنه لا يستطيع أن يلعب دورا سياسيا لأنه يرى وجوده فقط من خلال قوة السلاح التي يمتلكها، وبالتالي هو يحاول أن يراوغ ويتنصل عن أي اتفاقات سياسية لكي يحافظ على هذه الأسلحة. وهذا يعني يجعلنا نشبه هذا المشروع مشروع الانتقالي بمشروع الحركة الحوثية التي كانت توقع على اتفاقيات من جهة ومن الجهة الأخرى تقوم يعني بأنشطة عسكرية وميليشياوية وتقوم أيضا يعني بكل ما من شأنه أن يفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها وتريد أن تحتلها ويعني تدريجيا حتى يتسنى لها أن تعلن عن نفسها بقوة وفجاجة، وهذا ما لم يحصل لأن المسألة تختلف ويعني يعني كل الحيثيات الموجودة هنا في الواقع الجنوبي تختلف تماما عن واقع صنعاء وواقع الشمال، لأنه المجلس الانتقالي هو يمثل جزء صغير جدا فقط من الحركات التي تفتق عنها مشروع الحراك الجنوبي
وكما نقول نحن دائما أن المجلس الانتقالي هو انتصر على الجنوب ولم ينتصر للجنوب، بدليل أنه يعني كثير من المكونات ترى أن هذا يعني هذا المكون هو صنيع لعاصفة الحزم وصنيع لظروف معينة، وحينما بدأ الواقع يتغير داخل الجنوب بدأ المجلس الانتقالي يتحسس رأسه، لأن الظروف التي يعني أوجدته بدأت يعني تنجلي، وبالتالي هو يخاف أن يضمحل ويتلاشى، لأنه طيب في هذه النقطة يستطيع أن يلعب دورا كما ينبغي. نعم طيب في هذه النقطة دعني أنقل كلامك إلى السيد الصقلدي. السيد الصقلدي يعني يقول السيد الصبيح إن المجلس الانتقالي لا يريد تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لاتفاق الرياض، هو يريد فقط يعني هو استفاد من اتفاق الرياض بشرعيته بشرعنة وجوده وتحركاته على الأرض، لكن هو يحاول عرقلة أعمال الحكومة. المجلس الانتقالي احتجز الأموال التي كانت يجب أن تذهب إلى الرواتب، ولولا الوساطة السعودية لما خرجت. يقوم بالمشاكل هنا وهناك كما يفهم من كلام السيد الصبيحي. أنت ما رأيك حول هذه النقاط؟ كيف نفهم أن المجلس الانتقالي هو من يعرقل تنفيذ الاتفاق وهو من سعى لهذا الاتفاق أولا، ثم أن الطرف الثاني الذي ظل يتلكى على توقيع هذا الاتفاق هو بالمنطق هو من له المصلحة بأن يفشل هذا الاتفاق، فالذي يجأر بالشكوى من هذا الاتفاق بأنه كان ميالا للطرف الجنوبي وأنه أعطى المجلس الانتقالي أكثر من حقه وأنه سحب الشرعية وهمشها وقزمها واعطى واصبحت هي شرعيه افتراضيه، فهو بالتاكيد الطرف الذي يفشل هذا الاتفاق وهو المصلحه في افشال هذا الاتفاق. اما في مساله الاموال التي تحدث عنها الاخ احمد الصبيحي فهي مغالطات واضحه، فالذي اريد ان اوضحه في هذا هو عده مسائل، واولها لماذا القوات السعوديه لم تمنع خروج هذه الاموال؟ ثم لماذا توجهت هذه الاموال مباشره من الميناء الى قياده التحالف؟ لماذا البنك المركزي لم يصدر اي بيان؟ لماذا الحكومه لم تصدر اي بيان؟ لماذا اداره الميناء التي اعلنت تعليق عملها عادت مره ثانيه والغت هذا وتراجعت عن هذا الاجراء بعد نصف ساعه فقط من اتخاذه؟ كل هذه المؤشرات تدل على ان ما حصل هو عبارة عن رضاء سعودي، وإن كان مبطن بأن الانتقالي يقوم بهذا العمل لغرض لفت الانتباه إلى أن هناك حاويات تحتوي على مئات المليارات مركونة في الميناء منذ عدة أشهر، فيما الموظفين وفيما آلاف الموظفين ومئات بل ملايين من الناس يتضورون جوعا ويسحقهم الجوع والغلاء والفاقة. لكن اين النقاط الاخرى يعني سيد الصقلدي؟ سيد الصقلدي الان عندما نتحدث عن تصعيد امام سيد الصقلدي، عندما نتحدث عن تصعيد من قبل المجلس الانتقالي وان تتفق ان هناك نوع من التصعيد فيما يتعلق بالوضع هناك في المحافظات التي يتواجد بها المجلس الانتقالي، يعني هذا الحديث ان يعني هناك تساؤلات، هل بالفعل المجلس الانتقالي وهو الذي تقول أنه كان يسعى لاتفاق الرياض وأنه كان مستفيدا منه إلى آخره، هل يريد الآن تفجير الوضع عندما يصعد بهذا الشكل الذي نراه على الأرض، خصوصا أن القوات الإماراتية الآن ما عادت موجودة بالشكل الذي كان سابقا، على ماذا يراهن؟ أسمح لي الكلام بأن الانتقالي والقوى الجنوبية هي التي تصعد على الإطلاق ليس هذا صحيحا. ما يحصل اليوم هي عبارة عن تداعيات لعملية مماطلة وعملية إيقاف تنفيذ الاتفاق، هذا هي انظر إلى هذا ما يجري اليوم هي عبارة عن نتائج. سببها الرئيس هو عدم تنفيذ البنود الاتفاق، وأول هل البند الذي أشرنا إليه سابقا والبنود العسكرية أيضا ومسألة ننظر إليها بمنطقية نعم. واضحة من الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع؟ ما هي الأسباب التي أوصلت المجلس الانتقالي إلى أن يعلق نشاطه في اتفاق هو أصلا في مصلحته؟
من الذي يحاول، من الذي يجوع الناس في عدن؟ من الذي يمنع منع المرتبات للناس؟ هل هو المجلس الانتقالي الذي تقول الشرعيه وهذه السلطه بان القوات العسكريه والامنيه الموجوده في المحافظات الجنوبيه تتبع المجلس الانتقالي، وان معظم الناس في الجنوب هم اصلا ميالين للمجلس الانتقالي؟ اذا من المستفيد في منع هذا في منع هذه المرتبات، ومن المستفيد في منعها؟ انظر من المستفيد فهو الذي سيسعى الى تنفيذها، ومن الذي متضرر من هذا؟ فهو الذي يمنعها ويتثاقل. ما الذي منع هذه الحكومه بان تصرف هذه الفلوس للناس؟ خصوصا وان هناك مرتبات من عام 2016 ومن عام 2018. اذا كانت الحكومه طيب تتحجج بان كيف ستصرف اذا كانت محتجزه كانت؟ اسمع لي اخو وجيه، فكيف استطاعت هذه الحكومه ان تنقل مئات الملايين خلصه من هذا الميناء الى شبوه والمهره والى مأرب؟ في نفس الوقت التي تتذرع في هذا بانها يتم تعرقلتها بمنح المرتبات. فكيف افهم هذا عندما كان الحوثيون يرسلون الينا المرتبات في الوقت الذي نحن نحاربهم؟ فهل كنا نسهل للحوثيين الطريق حتى يمنحون المرتبات ونعرقل الحكومه هذه التي يفترض انها شريكه معنا وفي نفس الخندق معنا، وهي في الاساس تحاربنا وتساوم لقمتنا بمكاسب وحسابات سياسية؟ فأي منطقة هذا الذي يجب أن نقبله بهذا الشكل؟ إذا كان مسألة أقوات الناس أصبحت ورقة سياسية، فكيف لا ينتفض المجلس الانتقالي؟ أنا لا أستغرب أن المجلس الانتقالي أتصرف بهذا الشكل. أنا أستغرب لماذا تأخر المجلس الانتقالي كل هذا الوقت. أستغرب لماذا ظل الانتقالي يعرف أن هناك مئات الملايين في ميناء الحاويات وصامت عليها لمدة أشهر. إذا كان المجلس الانتقالي لديه النية في نهب هذه الأموال كما تقولون، فلماذا لم ينهبها قبل مجيء هذه الحكومة؟ لماذا لم ينهبها خلال الشهور التي كانت الحكومة هاربة هناك في الخارج؟ لماذا ظل المجلس الانتقالي يحمي هذه المليارات في الوقت الذي كان يتعرض لضغوطات شعبية وجماهيرية ومن الموظفين بأن تصرف لهم مرتباتهم؟ العقل هنا يجب أن يكون حاضراً حتى لا يتم مغالطتنا ويتم مغالطة واستخفاف بعقول العامة من الناس، لأن هناك آلة إعلامية خبيثة، آلة إعلامية حقيرة تعمل على قلب الحقائق وعلى علي هذه الحقائق وعلى تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق للأسف الشديد. سمعت السيد الصبيحي، سمعت ما قاله السيد الصقلدي. يعني في نهاية المطاف من خلال كلام السيد الصقلدي لا يبدو أن المجلس الانتقالي يحاول عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، لأن الاتفاق كما يعني يبدو في نهاية المطاف لصالحه. أيضا هناك الحديث على أن يعني في نهاية المطاف أنصار الانتقال يقولون أن القوات الحكومية في شبوة هي من تنفذ حملات الأمنية ضد مواطنين، ضد أنصار المجلس في شبوة، وبالتالي فإن المواجهة يعني باتت حتمية لإيقاف هذه التصرفات بعيدا حتى عن الأجندة السياسية. أين يقصر الانتقالي بنظرك؟ بغض النظر عن التقصير من عدمه، اقول لك يا اخي العزيز، اولا انا لست ناطقا هنا باسم الحكومه ولا احاول ان ادافع عنها، وانا احاول فقط ان ارسم صوره للمشهد، وهي صوره يعني قاتمه ويتجرع مرارتها الشعب الواقع تحت يعني فنجان الانتقال ومطرقات الحكومه. ايضا نحن نعلم أن الحكومة أيضا يعني هي أيضا تتحمل جزء كبير جدا من المسؤولية نتيجة للفساد ونتيجة أيضا للفراغ ونتيجة لكل الإشكالات التي يعني الناتجة عن سياساتها الخاطئة. لكن بحسب الأمر الواقع الآن، نحن نتحدث عن الأمر الواقع، وهذا ما نريد أن يعني نوصله للزميل على الجانب الآخر وأيضا للمستمعين والمشاهدين، لأن الانتقالي هو يعني قفز قفزة يعني في هذا الانقلاب واستطاع أن يسيطر على عدن عسكريا وأمنيا سيطرة كاملة، وبالتالي هو المخول وهو المسؤول عن كل ما يترتب على يعني سيطرته على مؤسسات الدولة وسيطرته على المعسكرات وهيمنته على يعني الواقع بشكل كامل. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن سلطة امر واقع، واتفاق الرياض هو جاء لكي يعني نحن نرى مبدئيا ان اتفاق الرياض هو فيه اشكالات كبيره والكثير اخذ على الشرعيه بانها فعلا طبقت للضغوط وانها كافات
يعني الانقلابيين بمنحهم الشرعية، وجراء ذلك نحن نعرف أنه هناك الكثير من الوزراء الذي وصفهم الأخ السقلبي قبل قليل بالصقور، هم الآن يعني خارج إطار الفاعلية داخل الشرعية، متواجدين إما في المهرة أو مسافرين خارج الوطن، منهم الجبواني ومنهم أيضا الجنسري وغيرهم. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن يعني أهمية للسلطة الشرعية في أنها فعلا تحاول بحسب يعني الدعوة السعودية وبحسب أيضا الرغبة السعودية ب يعني إنجاح هذه التسوية حتى تنتقل إلى تسوية أكبر مع الحوثيين كما يعني يتحدثون، وكما أيضا هناك الكثير من الأخبار تدل على ذلك. نعود إلى مسألة عدن. عدن يعني هي المؤشر الحقيقي والواقعي لنجاح اتفاق الرياض من عدمه. نحن لم نرى إلى الآن أي مؤشرات، حتى المسألة المتعلقة بالحكومة، من يعاد من هذه الحكومة؟ وهو الجانب على الأقل نظريا الجانب الإيجابي من اتفاق الرياض، بحيث أنه يعود الحكومة ويعود الوزراء ويبدأوا في العمل في المكاتب الوزارية، ويعني تبدأ عجلة الخدمات في الدوران، وتعود الأمور إلى طبيعتها نسبيا على الأقل قبل يعني أحداث على ما كانت عليه قبل أحداث أغسطس. لكن لم نرى هذا، حتى هذا الجانب الإيجابي. ونحن اليوم أيضا رأينا يعني موقف يعني مثير للدهشة من قبل وزير النقل الجبواني، حينما تحدث أيضا عن أنه رئيس الحكومة نفسه معين عبد الملك يعني هو يعني كما ذكر الجبواني أنه أيضا حاليا ينفذ انقلاب من نوع آخر على السلطة الشرعية، على سلطة أضربو منصور هادي، في أنه يعني حينما ذهب إلى الإمارات والآن يعود يعني تحت سلطة الانتقالي ويمارس أعماله دون توافر طاقمه الوزاري الذي يعتمد عليه في يعني عمله الوزاري والإداري والحكومي عموما، لم يحرص عليه كثيرا رئيس الحكومة. وهذا يعني يقودنا إلى تحليل مفاده أنه هناك طبعا تماهي نوعا ما من قبل يعني الحكومة السعودية. طيب يعني هل أفهم منك سيد الصبيحي، هل أفهم منك أن بقية النقاط فيما يتعلق بالمحور العسكري أو الترتيبات السياسية العسكرية قد تمت، الأمور تجري بها بشكل جيد فيما يتعلق باتفاق الرياض على مستوى ضم التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في إلى وزارة الدفاع وغيرها، وإشراف ويتم ذلك كله تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف وإخراج المعسكرات من عدن إلى آخره؟ هذا الشيء لم نره إلى الآن. هذا يفترض أنه يتم تنفيذه ويعني تدريجيا. نحن حينما بدأنا نرى قوات ما يسمى بحماية المنشآت في البداية حينما خرجت، كان هناك نوع من المواجهات المسلحة، ولم نسمع بعد ذلك شيئا عن حماية المنشآت، ولا نسمع عن يعني حلحلة في الملف الأمني والعسكري من حيث إخراج المعسكرات من مدينة عدن أو إجراء تغييرات على الواقع العسكري والميداني داخل محافظة عدن. إلى الآن الأمور شبه جامدة، يعني شبه متكلسة، لا نرى حلحلة هناك، يعني ربما طول بال صحيح من قبل الحكومة السعودية تجاه هذه المسألة، لكن ليست تمت مؤشرات. وعوض ذلك كله نرى تفجير الأوضاع هنا وهناك لمحاولة يعني الاستفادة فقط من مجرد التوقيع على الاتفاق كنوع من الشرعنة، ثم التنصل عن الإيفاء بالالتزامات. وهذا طبعا يعني أنا أقول لك بصراحة أنه الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذه المسألة أولا وأخيرا هو الحكومة الشرعية وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي. ثم طيب هذه الحكومة يعني سيد نعم، من يحكم عدن هو من يهيمن على عدن، وبالتالي هو المعني الآن ب يعني الدفع بعجلة هذا الاتفاق ويعني إثبات حسن النية في إخراج هذه المعسكرات. لكن لا نرى أي نية جادة من قبل المجلس الانتقالي، كما قلت لك سابقا أنه هو يرى قوته فقط ويرى وجوده فقط من خلال السلاح والمعسكرات التي يمتلكها، وبالتالي نحن نستبعد تماما أن يتنازل عن أي سلاح أخذه أو عن أي موقع استطاع أن يأخذه بالقوة. وهذا على الأقل يعني تقديرنا الشخصي، وهو
يعني ما تثبته الايام من خلال ما نراه من حرص واستماتات في الدفاع عن هذه المواقع والتصريحات ايضا التي تخرج من هنا وهناك. ونرى ايضا يعني عدن حينما يعني ياتي زائر من بعيد وفي ذهنه وفي راسه صوره جميله عن عدن، يرى انها تحولت الى فتنه عسكريه، ترى الطقومات والشاصات ويعني عسكرت المدينه بشكل مفرط ومخيف، وهذا يجعلنا نستبعد انه ستكون هناك انفراجات في الوقت القريب على الاقل. نعم. طيب اعود اليك سيد الصقلد، يعني في سياق الحديث عن الحكومه وكذا، المجموعات المسلحه التابعه للانتقالي في شبوه نفذت عدد من الهجمات على قوات حكوميه هناك. عندما نفذ الجيش والامن حمله على بعض هذه المجموعات، تعالت ردود افعال المجلس المهدده بطرد رئيس الحكومه من عدن، شن حرب ايضا. ألا يؤكد هذا بأن الانتقالي هو من يبحث عن الحرب هنا؟ في البداية دعني أبارك لهذه السلطة ولهذه الحكومة على الانقلاب الجديد الذي تحدث اليوم عنه. انظر إلى هذا المنطق، منطق المؤامرة، يعني هو لازال يعني مخزون بشكل كثير عند أفراد هذه الحكومة، فحتى رئيس حكومتهم يصفوه بأنه انقلابي. فإن كان رئيس الحكومة هو انقلابي، فما ظنك بالآخرين كيف سيتم اعتباره وكيف سيتم توصيفهم؟ أما مسألة ما يحدث في شبوة، فقبيلة لقمش الذي يقمع قبيلة لقمش في شبوة هو نفس الذي يقمع قبيلة عبيدة في مأرب، ولذات الغرض ولذات المنطق وبنفس الأسلوب العنجهي ونفس العربدة. فيما يخص عودة الحكومة الذي تحدث عنها الأخ أحمد الصبيحي، فعودة هذه الحكومة هي عودة لها مهمة واحدة فقط بحسب الاتفاق وبحسب بنود الاتفاق. فهي تعود الحكومة أو بالأحرى تعود الوزراء المعنيين لصرف المرتبات، ومن ثم أوكل الأمر كله إلى الحكومة الذي يفترض أنها ستكون مشكلة من الأطراف الذي نص عليهم اتفاق لا، لكن هذا الاتفاق يعني يمر متزامنا مع ترتيبات أخرى عسكرية. إلى أي مدى تحققت هذه الترتيبات؟ يعني إلى أي مدى إلى الآن المجلس الانتقالي نفذ ما عليه فيما يتعلق بالجوانب العسكرية المهمة في نهاية المطاف؟ من يتحكم على الأرض هو من يستطيع أن ينفذ أجندته. لا، هنالك مثل ما قلنا ونكررها بأن هناك تراتبية في هذا الاتفاق، هناك تراتبية، هناك بند يأتي قبل بند وبند يلحقه وبهذا الشكل. ومع ذلك تم تنفيذ خطوة لا بأس فيها، اللي هي تشكيل وحدة حماية المنشآت، وتم تسليم كثير من المنشآت إن لم يكن جميعها لهذه الوحدة بدون أدنى شك. هذا هنا توافق كبير. أما حديثكم عن أنه يتم ضم الوحدات المحسوبة على المجلس الانتقالي أو الوحدات العسكرية الجنوبية إلى الحكومة وإلى وزارة الدفاع وزارة الداخلية، لم ينص الاتفاق على هذا على الإطلاق، وتحدث عن تنظيم فقط، وتحدث عن تنظيم هذه الوحدات. وكلمة تنظيم هي كلمة لها عدة معاني ولها عدة تفسيرات. ضمها، ترقيمها وضمها، توحيد سيد الصقلدي. ولا أعتقد في الملحق الثاني الترتيبات العسكرية توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3، وهي جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة وكذا التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، توحيد هذه القوات وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة. لاحظ أنه يتحدث عن كلمة ترقيمها وترقيمها وضمها هنا أيضا. يأتي ماذا يعني؟ لا نعم، ترقيمها يعني هي هنا يتحدث عن ما سيأتي وزارة الدفاع، لكن نحن نتحدث كيف يتحدث عن ترقيم ألوية هي أصلا موجودة؟ كيف سيتحدث عن ترقيم ألوية هي أساسا كما تصنفها بأنها انقلابية؟ هي أساسا أنشئت بقرارات جمهورية، وقياداتها عينت بقرارات جمهورية، ورتب قياداتها عينت بقرارات جمهورية، فكيف سيتم ترقيم هذه الوحدات القائمة أصلا؟ فهذا البند هو يتحدث عن ما سيتم ترقيمه أو ما سيتم من عملية تشكيل واستقطاب الجنود ومجندين آخرين. أما ما هو قائم فكثير من البنود تحدثت عنها. انظر الى البنود الاخرى، لا تجتزي الاتفاق ببند هناك بنود موضحه لا، وهناك بنود مكمله لا وتوضحه. فما يتم الان اتفاق رياض على كل حال موجود والجميع يستطيع الدخول اليه ومتابعته يعني على المواقع الالكترونيه ومن مصادره الرسميه. دعني انتقل الى السيد الصبيحي. نعم نعم.
نعم، دعني انتقل الى السيد الصبيحي يعني بتساؤل. يعني في نهايه المطاف السيد الصبيحي، يعني يبدو ان اتفاق الرياض في طريقه للفشل، الا يبدو هذا، يعني الا يعطي هذا نوع من الشرعيه للمجلس الانتقالي لان يتحرك بالشكل الذي يريد باعتباره القوه الموجوده الاكبر في هذه المحافظات عسكريا، يمتلك السلاح، يمتلك الدعم حتى من الخارج لينفذ ما يريد في نهايه المطاف؟ نعم، قبل الإجابة عن السؤال أولا نقف مع بعض النقاط التي ذكرها الزميل على الجانب الآخر. الزميل صلاح قال أنه يعني موضوع الانقلاب على رئيس الحكومة وما شابه ذلك، أنا أوردت هذه النقطة فقط يعني لكي أوضح أنه الجناح الذي كان يوصف بالصقور داخل الحكومة الشرعية هو الآن مستبعد تماما، وبالتالي التصريح اليوم جاء على لسان الجبواني. ولكن يعني ما نريد معرفته هنا بالضبط يعني موضوع تنفيذ اتفاق الرياض يعني هو موضوع شائك جدا، لانه المجلس الانتقالي لا يريد ان يتنازل عن اي شيء كسبه من خلال، يعني الرجل يقول لك في نهايه المطاف الألوية يعني يعني حرس المنشآت يستلمون الأسلحة ويتم تجميعها لهم، هناك تجاوب من المجلس الانتقالي فيما يخص الترتيبات العسكرية، والأمور كما يبدو تجري على ما يرام من وجهة نظر السيد الصقلدي فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية لاتفاق الرياض. على العكس تماما أخو ديف، يعني حينما رأينا القوات ما يسمى بحرس المنشآت اتجهت في الأيام الأولى قبل أسابيع إلى الميناء، إلى ميناء عدن، رأينا اشتباكات وكان هناك حتى بعض الجرحى، وبالتالي تعطلت مهمة هذا الفريق من حرس المنشآت كما يسمونهم في منطقة الميناء، لأنه يعني ميليشيات أو قوات أو يعني الآن خلاص الشرعية أضفت عليها يعني مشروعية نقول تشكيلات المجلس الانتقالي المتواجدة هناك تماما رفضت يعني أن يحل محلها أي عناصر خارج إطار سيطرتها وخارج إطار التحكم بها، وهذا تقريبا كما قال الكثير من المحللين والمتابعين انه يعني ينم عن رغبه الامارات في انه الانتقالي يحافظ على كل الاشياء التي حازها من خلال القوه العسكريه التي دعمها الذي دعمها الاماراتيون بالسلاح. بالنسبه للموضوع سؤالك حول موضوع اتفاق الرياض، يعني هو قبل كل شيء يعتمد على الاراده السعوديه وقدره الإرادة السعودية في أنها فعلا تضغط على جميع الأطراف، لأنه لديها الأدوات الكاملة يعني الدفع باتفاق الرياض نحو التنفيذ، وهذا يعتمد أولا وأخيرا على الإرادة السعودية. وبالتالي يعني الإرادة السعودية الآن يعني هي لا ندري نحن كيف تفكر الأمر، البعض يقول أنه لديها بال طويل حول هذا الموضوع وهي ليست في عجلة من أمرها للتنفيذ، وبالتالي هذا اشكال اخر يضاف الى كل الاشكالات الواقعيه والميدانيه المتعلقه ايضا بكل تبعات ما قام به المجلس الانتقالي وكذلك السلطه الشرعيه التي تحاول ايضا هي ان تتلافى ما حصل لها في عدن وفي شبوه، في انها فعلا تحاول ان تستعد ايضا على الطرف الاخر في كثير من مناطق شبوه وابين عسكريا حتى ترد على يعني الكره باتجاه مواجهه المجلس الانتقالي او قوات المجلس الانتقالي عسكريا. اذا نحن امام سيناريوهات كثيره، هذه السيناريوهات تعتمد على يعني على اراده الفاعلين السياسيين المتواجدين على الارض، تعتمد ايضا على النيه الخالصه. طبعا اتفاق الرياض الفائده الاكبر ويعني الفائده الاخلاقيه والسياسيه والاجتماعية الأكبر منه هي إيقاف الحرب وإيقاف الاقتتال ونزيف الدم بين الأخوة، هذا إنجاز كبير جدا يسجل لاتفاق الرياض. لكن إذا فشل هذا الاتفاق وعادت جولات الصراع من جديد فإنه سيكون هذا الاتفاق هو يعني أوقد للحرب وأعد لها يعني بشكل أكبر مما كانت ربما ستكون عليه إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المملكة العربية السعودية، لأنه المواجهات الأولى في أغسطس وما بعدها كانت يعني عبارة عن
مواجهات ربما يعني كانت تغلب عليها عنصر المفاجاه والكر والفر والحسم سرعه، لكن اذا دخلنا في جوله صراع جديده سيكون هناك اطاله لامد الحرب وستتدخل اطراف اقليميه كثيره وستتعقد الملف اليمني في المناطق المحرره بشكل كبير، اضافه الى التعقيدات الكبيره الموجوده في صنعاء وفي الكثير من مناطق اليمن. اذا نحن امام اشكالات كبيره جدا، نتمنى من كل يعني الاطراف ان تغلب المصلحه الوطنيه. طيب هذا الامر يدفعني للتساؤل، وانتقل بهذا التساؤل الى السيد صلاح الصقلدي. السيد الصقلدي، يعني الان عندما يتحدث، عندما تقول ان المجلس الانتقالي في نهايه المطاف حريص على تنفيذ اتفاق الرياض وحريص جدا على مساله يعني ترتيب الوضع بداخل هذه المحافظات، كيف يفهم إذن أن يجمد المجلس الانتقالي عمله في لجان متابعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ يعني ما المشكلة في أن يبقى متابعا لهذه الأعمال بدون عرقلة أو بدون تصعيد أيضا؟ هذا الأمر ليس مشكلة على الإطلاق، فهذا الإجراء الذي اتخذه الانتقالي في تقديري هو عملية ضغط على الحكومة لأن ترفع يدها وترفع عبثها وترفع استبدالها لما يجري في شبوه فقط، وبدون شك سيتراجع المجلس الانتقالي عن هذا القرار إذا ما رأى هناك جدية بوقف ما يتم في شبوه من عملية تعديات وعملية قتل وعملية تضييق على الناس وعلى القبائل هناك. وهذا ليس مشكلة على الإطلاق، لأن المجلس الانتقالي كما قلنا مرارا بأنه هو من يحرص على تنفيذ هذا الاتفاق، وبالتأكيد لن تكون مسألة تعليق عمله بهذا الاتفاق أنها سيكون هو الذي طيب هذا الاتفاق. بما انك تحدثت عن شبوه سيد الصقلدي، دعني اشير الى بيان اللجنه، يعني بيان منسوب للجنه الامنيه بمحافظه شبوه، يتحدث ان اللجنه يعني ان المعركه سمتها مع عصابات اجراميه خارجه عن القانون من المجلس الانتقالي يتم تمويل جرائمها للعبث بامن المحافظه وارواح المواطنين ورجال الامن والجيش، وهذه نقطة مهمة في سياق حديثك، ومحاولة تصوير المعركة من قبل تلك الميليشيات أنها مع قبيلة هي محاولات للتغطية عن أفعالها الإجرامية، فالقبيلة مكون اجتماعي يقوم على القيم والشهامة والأعراف التي تتنافى تماما مع سلوك تلك العصابات. ما تعليقك؟ بالله عليك أنت والسادة المشاهدين، هل هذا بيان أصدر عن حكومة أو عن حزب؟ هذا حتى عن حزب لا يمكن أن يصدر بهذا، هذا يصدر عن عصابة، عن جماعة خارجة عن العقل والمنطق أن يتم بهذه اللهجة في الوقت الذي تتحدث فيه هذا السلطة التي ورد من طرفها بأنها حريصة على الأمن وحريصة على الاستقرار. فهذا البيان هو ينضح كله تهديد وكله تحريض وكله وعيد وتوعد للطرف الثاني، ويصفه بكثير وينعته بكثير من الوصف الذي يزيد من الأمور تعقيدا. يذكرنا هذا البيانات بالبيانات التي كانت تصدر عام 94 من باسم حتى باسم البرلمان، مع انها كانت تصدر من الاحزاب، وبالتالي كان اسم الشرعيه يتكرر حينها مثل ما يتكرر اليوم، فقط هو عباره عن مظله يستخدم تتخفى خلف هذه الاحزاب اللي مآرب نحن نعرفها جيدا. اذا كانت المجلس الانتقالي هو من يقف وراء هذه الاحداث في شبوه، فمن الذي وقف خلفها بمأرب؟ من الذي يعبث في تعز اليوم؟ من الذي يقتل أبناء تعز وقياداته ويستبد بمناطقه ويسوم أهاليه سوم العذاب هناك في عدة محافظات وبما فيها مدينة تعز؟ هل هو المجلس الانتقالي هناك؟ من الذي يجوع الناس ويساوم بمرتباتهم؟ هل هو المجلس الانتقالي أم هذه الحكومة؟ طيب بوضع الاعتبار لما تفضلت به سيد الصقلدي، بوضع الاعتبار لما تفضل به السيد الصقلدي، السيد الصبيحي، تبدو تصريحات قيادات المجلس يعني عالية في نبرتها، برأيك هل لا يزال المجلس يمتلك فعلا قدرة على شن حرب وكسبها أيضا وفرض شروطه على الأرض من خلال المعطيات التي تراها؟ يا أخي العزيز، دعنا نسمي الأمور بمسمياتها. المجلس الانتقالي أمام خيارين رئيسيين، إما أنه يجعل من نفسه أداة تحركها الإمارات كما تريد، وإذا تصرف
حسب هذا المسلك فإنه سيتحول إلى ذراع طولة لتمزيق النسيج الاجتماعي والإحداث إشكالات كبيرة جدا في بنية المجتمع وفي بنية الدولة. ونحن وكل الإجابات عن الأسئلة التي سألها قبل قليل الأخ صلاح، من الذي قام من الذي قام، الإجابة عنها هو الإمارات العربية المتحدة، هي التي أثخنت الجراح في جنوب اليمن وفي شماله وفي كل مناطق اليمن. وبالتالي نحن كما قلت لك، لكن سيد الصقلدي يعني يبدو انه من الطرح الذي ياتي الذي يقوله سيد الصقلدي يبدو انه من الطرح ان هناك ان المجلس الانتقالي يعني لا ياتمر بهذه الاوامر وانما يحاول الحفاظ على مسافه جيده لتهدئه الوضع ووضع مجال، يعني هو يضغط حينما يرى ان هناك حاجه للضغط على الحكومه من خلال ما يقول انه مثلا يعني وقف أو تجميد أعمال المجلس أو ممثلي المجلس في لجان مراقبة اتفاق الرياض، وكذا يعني في بعض الأحيان يتماشى ويعني يتعامل مع هذه الضغوط التي تأتي من دول أخرى حرصا على المصالح الجنوبية العليا كما يفهم من كلام السيد الصقلدي. هذا ما كنت أريد أن أتطرق إليه في الخيار الثاني أمام الانتقالي، أو أنه يتصرف فعلا كمكون كجزء أصيل من يعني من المكونات السياسية والاجتماعية المتواجدة داخل جنوب اليمن باعتباره يحمل قضية. ونحن نعرف أن هناك الكثير من الأصوات المعتزلة والكثير من الشرفاء، حتى يعني رئيس المجلس الانتقالي نفسه هو يعني عيدروس الزبيدي أتى من خنادق المقاومة في الضالع والكل يشهد له بهذه الميزه. لكن هناك اصوات فعلا تحاول انها تكون يعني فعلا يعني زي مثلا هاني بن بريك وغيره وكل هذه القيادات الموجوده هي التي تريد ان تحرف مسار المجلس الانتقالي وتحوله الى ذراع عسكريه او ميليشيا في يد يعني محمد بن زايد وغيره. وبالتالي نحن يعني نوجه دائما نصيحه للمجلس الانتقالي لانه يعني يتصرف بحسب المسؤوليه الوطنيه، يمارس العمل السياسي ضمن المكونات ويستفيد من هذه القفزات التي حققها في الواقع الجنوبي. هو استفاد كثيرا، هو المكون الوحيد يعني. طيب دعني بهذه النقاط سيد الصبيحي، دعني اسال سيد الصقلدي فيما يتعلق بخيارات المجلس الانتقالي الان في ضوء التطورات على الارض. سيد الصقلدي، ما هي الخيارات لديه الان المجلس الانتقالي للتعامل مع يعني لمحاوله كما يمكن الحفاظ على المصالح الجنوبيه وكذا التعامل بشكل ايجابي مع اتفاق الرياض، ما هي الخيارات لديه؟ الخيارات المتاحه امامه هو عده خيارات، ولكن اولها وابرزها الان هو التمسك بهذا الاتفاق الى ابعد مدى وحرصه على انجاحه بقدر ما يستطيع، ويحاول ان يمرر يفشل هذه المحاولات التي تحاول ان تجر الانتقالي الى ابعد من ذلك لافشاله. اما المسارات الاخرى والمجالات المتاحه امامه فلديه كثير من الاوراق، لديه كثير من ما يمكن ان يلعبه، فهو بهذا الاتفاق قد حصل على التمثيل الشرعي امام ليس فقط بالداخل ولكن امام العالم وامام المجتمع الدولي والاقليمي. وبالاخير ان كان الطرف الاخر لديه رغبه في هذا تنفيذ الاتفاق فكان بهوس يتصرف على هذا الاساس المجلس الانتقالي. اما في حال ان اصر الطرف الاخر على افشاله فيكفيه انه قد نال هذه الشرعيه السياسيه امام المجتمع الدولي وبالداخل، وامتلك كثير من الاوراق ولديه كثير من القوى العسكريه والقوى الجماهيريه، وخلف كل هذا لديه قضيه سياسيه، لديه قضيه وطنيه عادله يشهد لها العالم باجمع ولا يمكن احد ان يتجاوز على الإطلاق. هو أمام حكومة فاسدة لا خلاف عنها، فهي التي تسوم الناس جوعا وتعذبهم داخل 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 الوطن. ومن لم يعتقد أن هذا الكلام فيه شك وفيه ريب فلينظر ماذا تعمل الحكومة في الخارج، فكيف تتعامل مع البعثات ومع السفارات ومع طلابنا في الخارج، وكيف طيب بقيت لدي دقيقة بالحديث عن الحكومة. بقيت لدي دقيقة سيد الصقلدي، أريد أن أسأل فيها سيد صبيحي فيما يتعلق
يعني إذا كان الآن فضل الجعد التقى فادي المعوشي القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي في العاصمة يعني في العاصمة المؤقتة عدن، يبدو بالفعل أن المجلس الانتقالي يعني حظي بهذه الشرعية بتحرك بمساحة أكبر للتحرك. ما هي الخيارات لدى الحكومة الآن في التعامل مع اتفاق الرياض؟ يا أخي هنا المشكلة، حتى لو لقي الشرعية هو يريد أن يثبت لنا أنه استنفذ غرضه من اتفاق الرياض ولا يريد أن يفي بالالتزامات الأخرى. هو الآن يتحدث عن قوته العسكرية وما شابه ذلك، القوة العسكرية لن تغني عنه شيئا، بدليل أنه القوات الحكومية التي جاءت بعد احتلال عدن وما شابه ذلك كانت قادرة على الدخول إلى عدن، وهم يعني كانت عدن شبه خالية من قوات الانتقال لولا تدخل الطيران الإماراتي الذي قصفها الجيش الوطني. فهم حينما يروحون بالقوة العسكرية هم لا يمتلكون تلك القوة العسكرية التي يعني ربما تردع الطرف الآخر بقدر ما يحاول فعلا الاستفادة منها يعني السيطرة على أجزاء فقط من المحافظات الجنوبية، وكانوا وفي هذه وأرادوا أن يسيطروا على مناطق في شبوة لهذا السبب. التقى يعني الجعدي وغيره مع يعني شخصيات دولية وشخصيات دبلوماسية وسياسية، هم يحاولون ايضا ان يستفيدوا من هذه الاشياء فقط يعني يسوقونها اعلاميا، لكن الفائده السياسيه غير موجوده، بدليل انه المجلس الانتقالي لم يستطع الى الان ان يهيكل نفسه على الوجه الامثل ليمثل كثير من القطاعات، وبدليل ايضا الاستقالات الكثيره التي توالت من داخل يعني مكونات المجلس الانتقالي بن هادي وغيره، وكل هذا عباره عن مؤشرات تصدع ومؤشرات ايضا انه المجلس الانتقالي لا يستطيع ان يحافظ على بنيته الهيكليه في ظل يعني كل هذه يعني التحديات التي يواجهها، لانه عباره عن ملكيه فقط لاشخاص يدينون بالولاء لمحمد بن زايد وهم يفعلون ما يؤمرون، ولذلك نحن ننصح المجلس الانتقالي بانه يتحول الى اداه يعني بناء واداه ترشيد واداه معارضه قويه لهذه الحكومه. شكرا لك. التي يغلب عليها الفساد حتى تترشد يعني مسيرتها لخدمة هذا المواطن ومواجهة ميليشيات الحوثي الخطر الأكبر على اليمن، وبالتالي إخراج يعني كل البلد من الأزمات التي دخلنا فيها ولا نستطيع أن نخرج. شكرا لك. إذا الناشط والمحلل السياسي سيد أحمد الصبيحي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذا وشكر موصول أيضا للصحفي صلاح الصقل الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية أيضا من هناك من عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.